أيضا هناك الكثير من الأمور التي فعلتها إسرائيل. هل نستطيع أن نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل متحدتان بشكل كامل؟ أنا لن أتحدث بكل تفاصيل عما يخص المباحثات التي تحدث، وأتمنى أن تتفهموا ذلك. إن هناك الكثير من التفاصيل حول هذه المباحثات، وهناك الكثير من الأمور التي هي في غاية الحساسية في هذه المرحلة، لذلك فإننا نحاول أن نصل إلى حلول. دعني أقول إننا نحاول أن نتناقش ونتحاور مع الحكومة الإسرائيلية بشكل يومي من أجل الوصول إلى حلول. بدون الدخول إلى ما يخص النتائج، دعني أسأل فيما يخص الكونغرس، هل هناك أي قرارات ستتخذ إذا انتهكت إسرائيل وقامت بأي عمليات؟ أنا لن أستطيع أن أجيب على هذا السؤال، لأن هناك الكثير من الأمور التي سيتم مباحثتها. إننا نعلم أنه قد وضعنا بعض الخطوط الحمراء، ولكن يتم مناقشة ذلك في البرلمان، وإننا نعلم أن هناك الكثير من الأمور التي سيتم أخذها بعين الاعتبار، وهناك عمل عن كثب يحدث الآن من أجل أن نمنع من هذه العمليات أن تحدث. هل هذه أول مرة تصل إليكم بعض التقارير بخصوص ما يحدث في غزة وانتهاك القوانين؟ إن هذا أول مرة نكتب هذا النوع من التقارير. بالنسبة لك وبالنسبة لسابقيك، إنكم دائما تنظرون وتبحثون إذا كنتم تستطيعون فعل الكثير. هل هذه أول مرة؟ إننا دائما ننظر إلى النتائج، وإننا نحاول أن نقيم الأمور، وهناك تقييمات مستمرة. إن هناك تقييمات مستمرة، وإننا لأننا قد قررنا أن يكون هناك تواصل في العلاقات، فإننا نبدأ في سؤال أسئلة عديدة بخصوص العمليات العسكرية على رفح، وإننا نفعل ذلك مع إسرائيل ونفعل ذلك مع البلاد الأخرى من أجل أن يكون لدينا تقرير لبحث ما يحدث على الأرض، خصوصا أن هناك صراع. أنك يبدو وأنك تقلق بشكل كبير بخصوص إخلاء 100,000 من الناس في رفح، فإنكم كنتم تخبرون إسرائيل بأن هذا الأمر سيكون أمراً فظيعاً إذا قررت إسرائيل بعمل عمليات عسكرية في رفح، والآن أنت تقول أن هناك إخلال 100,000. هل هذا شيء سيء أم لا؟ يبدو لي أن هذا أمر سيء. يبدو لي أن هذا ليست خطة. هل هذه خطة؟ إذا تحدثنا نظريا، فإن هذا لا يعني أن إسرائيل ستقوم بعمليات عسكرية. إننا سنرى أن هناك هؤلاء الناس يغادرون، ولكن لديهم الطعام الخاص بهم. وهناك سؤال آخر، إذا تم إخلاء 100,000، هل يعني ذلك أن هناك عمليات عسكرية؟ إذا كان هناك عمليات عسكرية، كان بالأحرى أن يغادر الكثير، أكثر من 100,000 كانوا سيغادرون. ليس فقط هذا العدد، ولكن مئات ومئات الآلاف كان عليهم أن يغادروا.
إن ده بوضوح نعترض على هذه العمليات التي نتحدث عنها، وقد كان هناك كلام عن خطط لحماية المدنيين. هذا الأمر الذي حذرنا منه كثيرا، الأمر الإنساني، يبدو الآن أن الأمر خطير لأنه تم غلق معبر رفح. وبالنسبة لما تفعله إسرائيل في 24 ساعة الماضية، نرى أن هناك رجوع للخلف فيما يخص المساعدة الإنسانية. بالفعل إغلاق المعبرين رفح وكرم سالم، إن هذا أمر لابد أن يأخذ بعين الاعتبار. والسؤال هو أن إسرائيل ملتزمة بفتح معبر كرم سالم غدا، و أنا أعتقد أنها لم تغلق من قبل إسرائيل، لأنه تم استهدافه من قبل حماس، ولذلك فإننا نعمل وأنكس من أجل دخول المساعدات الإنسانية والمياه المحلة إلى غزة، و أيضا أن يتم دخول الوقود من أجل وجود الخبز لمن يعيش هناك. أننا سنرى الذي سيحدث فيما بعد، إننا سنرى فتح معبر كرم أبو سالم. بالنسبة للرفح ومعبر رفح، إن هذا سيؤثر بشكل كبير على دخول المساعدات الإنسانية. أنا لا أعتقد ذلك، إن هناك الكثير من المباحثات، وإننا سنرى في المستقبل إن معبر رفح. نحن نعلم أن هناك الكثير من المساعدات الإنسانية التي تدخل عبره وعبر معبر كرم أبو سالم، إننا نعلم أن هناك غيرها من الآليات لدخول المساعدات الإنسانية، وإن إغلاق أيها يكون خطيرا، نحن نعلم ذلك، لكن سيكون هناك دخولا لمن يعمل في دخول المساعدات الإنسانية. وأيضا هناك انفتاح لكل من يعمل في هذه الأمور أن يدخل. نحن رأينا الكثير من الفيديوهات التي تخص البنية التحتية في هذه المنطقة حول معبر رفح، ووجدنا أن هناك خطر على حياة المدنيين. أعتقد أنا أسأل، هل الولايات المتحدة الأمريكية تعترض على ما تفعله إسرائيل؟ إننا ضد مهاجمة المدنيين ومهاجمة البنية التحتية المدنية أيا كانت، وعلينا أن نقيم ذلك حتى إذا كان الهدف هو القضاء على حماس ومقاتلي حماس. لكن تدمير البنية التحتية ليس مقبولا. ولكن هناك سؤال أكبر، هل هناك عمليات عسكرية كبيرة قد بدأت حتى الآن؟ لا نستطيع أن نقول ذلك، لكن هناك فيديو يثير الكثير من الأسئلة. هل لا تعتقد أن ذلك سيكون خطيرا؟ لا أستطيع أن أتحدث عن ذلك. هل رأيت الفيديو الذي يتحدث عن البنية التحتية؟ لقد رأيت الفيديو وليس لدي تعليق الآن عليه. أنت كترى الذي يحدث في رفح، هل تعلق علي؟ إن هناك تقرير يتم إعداده الآن، ولن أستطيع أن أتحدث الآن. مرة أخرى، إننا لن نتكلم عن المحتوى الخاص بهذا التقرير الآن.
هل سيكون هناك هجوم بواسطة الإسرائيليين المتعصبين في رفح؟ إن هناك مؤشرات لذلك، إن هناك الأمور التي سنناقشها مع الجانب الإسرائيلي، وقلنا أنه لابد أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة. والأسبوع الماضي عندما كنا نتحدث مع رئيس الوزراء نتنياهو في لقاء مع وزير الخارجية، فكان هناك حديث حول وضع حدود ضد المتعصبين الإسرائيليين حتى يتم ردعهم ولا يكون هناك أي تصعيد لهذا الأمر، ولا بد من الحفاظ على حياة المدنيين. هناك أيضا تقرير بأن تم قتل 8 من الأطفال. حقيقة أي موت لأي مدني خاصة الأطفال يعتبر مأساة.